أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة مع نادي التكنولوجيا على قناتكم، قناة العرب عرب كندا، كنار تي في. أهلا وسهلا بكم، وفي شهر جديد. الشهر ده شهر التوعية باستخدام المنتجات الطبية أو الأجهزة الطبية المنزلية. ومعانا اليوم يعني ضيف، انا مش عارف اقول ضيف ازاي، يعني طلعت من يعني انا مش فاهم يعني كيف خرجت هذه الكلمة من فمي، لكن هو طبعا صاحب البيت وكلنا ضيوف عليه، الدكتور جمال الشريف. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا دكتور جمال، ونتشرف بحضرتك النهاردة. والحقيقة يعني انا مش عارف يعني اسميك ضيف ازاي، لكن حضرتك صاحب المكان طبعا. الله يخليك، شرف لي طبعا. تسلم يا دكتور، تسلم. والنهارده طبعا يعني جايبين حضرتك في مجالك بقى، يعني في قناتك ومجالك او اللي هو المجال الطبي. يعني نتشرف طبعا بالدكتور جمال النهارده، هيكلمنا عن اجهزه الضغط، قياس الضغط واجهزه قياس السكري المنزليه، وطبعا في سلسله التوعيه للمشاهدين، مشاهدين كانار تي في. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور جمال، وحضرتك يا ريت حضرتك تكرما تعطينا نبذة عن ايه هي اجهزة قياس الضغط والسكر مبدئيا، فكرة مبدئية عنها. تفضل حضرتك. طبعا شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين اللي بيحضرونا، وان شاء الله يكون في فائدة للجميع. الأجهزة هاي تعتبر عن عبارة عن أجهزة إلكترونية ساعدت الأشخاص إنهم يستطيعوا فحص نسبة السكر في الدم وضغط الدم الوريدي أو الشرياني لمعرفة إذا كان هذا مرتفع أو نازل، وبناء عليه أخذ الأدوية المناسبة. هذا الهدف منها. الأجهزة هاي معظمها إلكتروني، فأتوقع عشان هيك إحنا عم نحكي عنها في نادي التكنولوجيا، والتطور اللي صار فيها قد لا يكون بالكثير، لكن التطور اللي صار في الآخر مدة، وححكي على الأجهزة الجديدة، أصبح تطور فعلا جيد وممتاز، لأنه أصبح يضاهي أجهزة كبيرة نستخدم فيها التكنولوجيا ونصل فيها إلى صحة أفضل إن شاء الله. طيب، وما هي أهمية وجودها يا دكتور في المنزل، سواء للمريض أو لغير المريض؟ أوكي، أجهزة قياس السكر خلينا نبدأ فيها، لأنه هي يمكن أصغر شوي من قياس الضغط والمشاكل فيها أقل. أجهزة قياس السكر يعني الشخص الغير مريض قد لا يحتاج إليها نهائياً، يعني نادراً ما نجد شخص غير مريض عنده جهاز قياس السكر، إلا إذا كان في عنده pre-diabetics، يعني قبل ما قبل السكر. هذول الأشخاص ينصح إنه يشتروا أجهزة قياس السكر. أجهزة قياس السكر يمكن كلنا شفناها عند آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، يعني معظم الكثير عندنا في حوالينا في المحيط العائلي عنده سكري. أجهزة قياس السكر عبارة عن جهاز صغير جدا، أصغر من ربع السيلفون، يعني حجمه زي حجم الموبايلات الصغيرة القديمة. يؤخذ توضع فيه شريحة، وهنا المشكلة أنه كل جهاز وكل شركة مصنعة تصنع شرائح خاصة فيها، لذلك قد تجد عند مرضى السكر 5 6 أجهزة، لأنه الشرائح هاي فقدت من السوق أو لم يتم استيرادها، فبالتالي يضطر إلى شراء جهاز جديد. الأجهزة سعرها مش غالي كثير، يعني يمكن 15 20 دولار، ولكن الشرائح هو استخدامها لأنه بيستخدمها دائما. ما يحدث في الموضوع، في إبرة صغيرة تيجي مع الجهاز، بس بيكبس عليها المريض الفاحص وبثقب فيها الأصبع اليد، طبعا بكون معقم يده أفضل قبل بذلك، وبعصر الدم، بعدين بعقم مرة ثانية وبعصر الدم عشان القطرة الثانية، يستخدم القطرة الثانية، بكون حاطط الشريحة داخل الجهاز وبحط عليها القطرة الدم. الجهاز أوتوماتيك خلال 5 ثواني بيعطيك القراءة الخاصة في السكر. للأسف الأجهزة في منها نوعين، لأنه في نوعين من القياس، في قياس أمريكي وفي قياس انترناشونال. القياس اللي إحنا بنستخدمه دائما في بلادنا بقول لك السكر معاي 100 150، اللي هو النورمال في 110. القياس اللي موجود في كندا اللي هو النورمال في 5.5 6،
فالقياس شوي بيختلف، الحسبة في لها حسبة فرق بينهم، ولكن اللي متعود على هذيك الأجهزة يشتري هذيك الأجهزة، المتعود على هاي الأجهزة يشتري هاي الأجهزة. أكثر ناس بتغلبوا الناس اللي بيسافروا، يعني واحد مثلا جاي عنده أمه من 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 دولة ثانية على كندا ومعهاش الشرائح، قد تضطر إلى شراء جهاز آخر، لأنه الشرائح قد تختلف، يعني قد يجد الشرائح وقد لا يجدها. يعني أنا والدتي الله يحفظها عندها سكري، عندها 5 أجهزة، لأنه كل فترة المورد تنقص عنده الشرائح، فبروح بيجيب شرائح جديد. الموضوع أجهزة السكر طبعا، هذه الأجهزة التقليدية اللي بحكي عنها. المشكلة أنه مرضى السكر معظمهم يجب أن يقيسوا السكر قبل أخذ جرعة الأنسولين، لأنه إذا زادت جرعة الأنسولين قد يحدث عنده انخفاض في السكر، وانخفاض السكر قد يقتل مريض السكر. فموضوع الأنسولين كتير سنسيتيف، في ناس كتير ما بيعملوا فحص السكر لأنه بيعتمد على شعوره الخاص، المريض بصير يشعر بنفسه بجسده فما بيعمل فحص السكر، ولكن الأفضل أنه يعمل فحص السكر قبل أخذ جرعة الأنسولين لمعرفة النسبة. هل يأخذ الجرعة؟ يعني قد يكون عنده الأنسولين السكر كويس لأنه ما أكل كربوهيدرات أو حلويات أو نشويات، وبالتالي ما بيحتاج جرعة أنسولين. يعني هنا المشكلة، بأخذ جرعة فبنزل عنده السكر، وقد ينخفض السكر يؤدي إلى غيبوبة ويؤدي إلى لا سمح الله الوفاة. طبعا هذه الأجهزة التقليدية، إذا حابب أدخل في الأجهزة الحديثة ممكن أدخل فيها أو ننتظر سؤالك. اتفضل يا دكتور، يا ريت حضرتك تكلمنا عن التطور في أجهزة قياس السكري. زي ما حكيت، الأجهزة القديمة هي أجهزة صغيرة جدا، يعني حجمها تقريبا بهذا الحجم، تحط فيها الشريحة وانتهى. لكن للأسف كل مرضى السكر بيحتاج إلى فحص على الأقل 2 مرات باليوم، فبالتالي انت بتجده غز بالإضافة إلى سرنجة الأنسولين. يعني انت بتحكي 4 مرات 5 مرات باليوم بده يثقب نفسه، وبالتالي بس طبعا هي مش مؤلمة كثيرا، يعني هي غزة صغيرة جدا، ولكن للأسف طبعا بتؤدي إلى ضعف أو بتسبب إلى مشاكل، في ناس عندهم حتى بصير مشاكل نفسية بسبب هذه الغزة والنغزة الوخزة. الآن في أجهزة جديدة أصبحت تقريبا بهذا الحجم، تقريبا حجم أسطواني، فيها إبرة توضع على الكتف مرة واحدة تضغط وتبقى 15 يوما. هذه الأجهزة بتغيرها كل 15 يوم، سعرها غالي شوي، تقريبا $100 كندي كل 15 يوم، لكن أعتقد أن الحكومة الكندية بتغطيها للكبار السن. إذا جهازك فيه NFC، احنا حكينا عن أجهزة الـ NFC سابقا، اللي هي قارئة ل باركودز والحين، ايوه باركودز وشغلات، فبتقرب جهازك إلها، بتكون هي على كتفك، بتقرب بتتحمم فيها عادي، بتطلع عادي، بتسبح فيها عادي، ما في مشكلة، بتقرب تلفونك إلها بتقرأ أوتوماتيك، يعني ما في داعي لوخز، هي وخزة واحدة كل أسبوعين. طبعا هذه الأجهزة لأنه بس سعرها غالي شوية، ولكن هي كتير كتير مريحة للمريض. والحلو فيها إنه في عندها AI، يعني هذا البرنامج اللي أنت بتنزله على الموبايل بعطيك القراءات كلها بالوقت، يعني أنت according to the time بعمل لك جدول، بعمل لك رسم بياني أنت كيف السكر بيرتفع، ممكن تدخل على هذا البرنامج أنت كم أنسولين بدك تأخذ، وصير هو يشرح لك هل لازم تأخذ أنسولين ولا لا، وممكن أيضا تدخل الأكل على هذه البرامج ويقول لك هذا الأكل أنت اللي أكلته، مثلا أكلت أنت نحكي معكرونة أوكي بشاميل وارتفع عندك السكر، فراح يقول لك دايركت أفويد بشاميل لأنه البشاميل بيرفع عندك السكر. أكلت مثلا كشري هيقول لك ارتفع السكر، يقول لك أفويد البشري لأنه بيرفع عندك السكر. كتبت له أنا أكلت فراولة أو أكلت ميلك شيك،
ما ارتفع السكر، بقول لك اوكي الميلك شيك كويس لك، بصير يعطيك الفيفوريت فود حتى. وبالاضافه الى ذلك في بعض البرامج الان اللي صارت ترسل اوتوماتيك نوتيفيكيشن كل اسبوع لطبيب العائله البيانات كلها تبعتك. وهون القمه التكنولوجيا اللي بنحكي فيها، انه صارت ما في داعي الدكتور يشوفك ولا يتصل فيك، خاصه دكتور السكر، لانه عاده ما في اسئله كثيره، المهم هو فحص السكر عنده. فصار الطبيب يصله الفحص تبع السكر، يصله النتائج تقريبا اسبوعيا، معظم البرامج ترسلها اسبوعيا، اطلع عليها، اذا في اي شيء ممكن يتصل فيك اقول لك بدي مراجعتك، في عندك مشاكل، في عندك خربطه، في عندك زياده في السكر، عندك نقص في السكر، وبالتالي ممكن يغير جرعه الانسولين وهلما جرى. فهذه هي اجهزه قياس السكر في الدم. طيب وبالنسبه لاجهزه قياس الضغط يا دكتور؟ اجهزه الضغط، اجهزه الضغط طبعا الاجهزه الضغط للاسف للاسف المعظم اللي منتشر في الاسواق هي اجهزه الضغط الالكترونيه. هاي الاجهزه لا نقول انها شديده الحساسيه للضغط، يعني الضغط فيها قد يكون ناقص 5 الى زائد 5 درجات عما يظهره الجهاز. فخلينا نكون واقعيين، هاي الاجهزه سهله بسيطه الاستخدام ولكنها غير دقيقه، يعني غير دقيقه للاسف. الاجهزه الدقيقه تفضل. لا بقول لحضرتك الافشنسي بتاعتها منخفضه، الكفاءه يعني في خطا، يا في خطا. ليش؟ لانه هلا حاحكي عن بعض المشاكل او الاحترازات اللي لازم نسويها عند استخدام هذه الاجهزه عشان ما نقع في هاي الاخطاء والانسان يكون واضح. الاجهزه الدقيقه جدا اللي ما زالت تستخدم في المستشفيات اللي هي اللي بالزئبق، تتذكر اللي فيه لها زئبق وفي طبعا دكتور بنفخ هيك وبكون حاطط سماعه، هذه الاجهزه دقيقه جدا جدا جدا، لانه الزئبق بيعطيك العلامه او درجه الضغط او نسبه الضغط الصحيحه حسب القراءه. وهذه الاجهزه للاسف بدات يعني تضمحل او عدم يقل عدد استخدامها لصعوبه استخدامها، لانه بدك واحد شوي متدرب مش علامه في الطب، يعني اي واحد اذا عرف شو البرنسيب تبعها وكيف يسمع بيسمع وبقدر يقيس الضغط، لكنها ايضا مش سهله لانك تسمع الضغط لنفسك. فعشان هيك استخدامها المنزلي قليل، اقل من استخدام الاجهزه الالكترونيه. الاجهزه الالكترونيه صارت تباع كل مكان، وهذه يجب ان تكون في كل منزل في شخص عمره اكثر من 40 سنه، يعني اذا في اشخاص عمرهم اكثر من 40 سنه يجب ان يكون عندك هذا الجهاز. ويجب وهلا ححكي ليش، لانه قياس الضغط واكتشاف الضغط او علامات الضغط المبكر قد تساعدك كثير في علاج الضغط وامراض كثيره اللي ممكن يكون سبب احد اعراض الضغط. فهو مش فقط المرض الضغط، ولكن قد يكون عرض لسبب اخر. فهذا الموضوع لازم يعني نعرفه، انه هذه مش رفاهيه وجودها في المنزل، بل هي شيء مهم جدا، مثل ميزان الحراره يكون عندنا هذا الجهاز او جهاز الضغط. هاي الاجهزه برضو صار في منها اجهزه اكثر تعقيدا او اكثر منها، بتربطها بالبلوتوث او بالواي فاي مع جهاز التلفون، وايضا ممكن ترسل النتائج لطبيبك. طبعا هاي الاجهزه صارت حديثه وموجوده وفي كل مكان، لكن اجهزه الطقس العاديه يعني ممكن ما فيها، بتكبس الكبسه وبتفحص لك تعطيك النتائج، بتكتبها انت على ورقه. الان القصة فيما فيها اللي هو الكف، هذا اللي هو هذا اللي بنحطه احنا في اليد. النقطة هون الأخطاء اللي بتصير انه اي يد نضعها، متى نضعها، يعني هاي كلها الأمور ححكي عنها شوية. بس يمكن انا احكي ليش احنا لازم نقيس الضغط في المنزل، يعني هذا سؤال، ليش ما انا اقيسه في الصيدلية واقيسه عند الدكتور؟ لأنه أنت لما تقيسه في الصيدلية وعند الدكتور بتقيسه مرة واحدة، لكن لما تقيسه في المنزل، لهلا بحكي لك كم مرة تقيسه، لازم تقيسه مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء، أحكي لك عن الأوقات بعد قليل. لازم تقيسه على الأقل لمدة 15 يوم بنفس الوقت، يعني أنا
صحيت صباحا ساعة 8 صباحا قسته، يوم السبت، يوم الأحد بقيسه 8 صباحا، الاثنين 8 صباحا، الثلاثاء 8 صباحا تقريبا، يعني لو 15 دقائق الفرق ربع ساعة مش مشكلة. بالمساء مثلا قسته الساعة 11 ليلا، معناها الأحد 11 ليلا، الاثنين 11 ليلا، وهلما جرى. فالموضوع هذا بعطي الطبيب معرفة أكبر، لأنه أحيانا إحنا ضغط، ستريس، عمل، ممكن عندك صداع، عندك مشاكل نفسية، عندك كانت في تعب خارجي قد ترفع الضغط لذلك اليوم. فلا يقاس الضغط على يوم واحد، لازم يقاس على فترة طويلة، الأقل أسبوعين. فإذا أنت الطبيب بعثت له هذا الجيرنال اللي أنت سويته أو الجدول، بيساعد على التشخيص المبكر. يعني بقول لك أنت عندك بداية ضغط، عندك ضغط، أو عندك مشكلة بتسبب ضغط. يعني ممكن يكون مرض ثاني، ممكن يكون مرض في الكلى، ممكن يكون مرض السكري، ممكن يكون أمراض ثانية بتسبب مشاكل الضغط. الناس اللي بياخذوا علاج، هل العلاج هذا كافي؟ لأنه علاج الضغط يعطى على جرعات، فإذا الجرعة بسيطة، جرعة أكبر، هل لازم نزيد الجرعة، نقلل الجرعة؟ وبالتالي هذه بتساعد الطبيب إنه يتخذ القرار المناسب لإلك كمريض لأخذ الجرعات المناسبة لهذا الضغط. طبعا المراقبة الذاتية، يعني في ناس بشعر مسؤولية تجاه نفسه، تجاه عائلته، إنه أنا بدي أنتبه لصحتي، بدي أقيس الضغط، الضغط أشوفه سليم ولا لا، هذا مهم جدا. أيضا يعني بشكل عام الموضوع هذا بتقلل من موضوع الزيارات للمريض، خاصة إحنا بنعرف إحنا في كندا عندنا public health care، فإحنا ما بندفع على الزيارات الطبيب، لكن ندفع من التاكس، وبالتالي الزيارات على الطبيب بتقل بسبب التحكم الذاتي أو الرقابة الذاتية، وهذا طبعا بخفف من تكاليف الرعاية الصحية. يعني هذه بعض الأسباب اللي لازم نسوي فيها فحص ضغط الدم في المنزل. يعني حضرتك تنصح كل واحد وفوق، خاصة فوق سن الأربعين، إنه لازم يحتفظ بجهاز لقياس الضغط الدم في المنزل، ويتابع مع الطبيب أو طبيب العائلة. يعني هل دكتور؟ تمام. على الأقل طيب. على الأقل كل ثلاث أشهر يسوي 15 يوم، أو من أسبوع إلى 15 أسبوعين، اللي هو اللي حكيت لك إياه هذا الجدول. تمام، عشان يتجنب طبعا أي مضاعفات أو أي شيء، أو إنه يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم وهو لا يشعر به ولا شيء. صحيح. طيب يا دكتور، إحنا طبعا في الصيدليات أو في الأسواق كتير جدا من أجهزة الضغط وأجهزة السكر، فكيف إن إحنا نختار الجهاز الأنسب لينا والأنسب؟ هل نختار الجهاز بالسن، حسب سننا، ولا حسب السعر، ولا كيف؟ ايه المعايير اللي انا اختار بها جهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس السكر؟ يعني زي ما حكينا، اجهزة السكر هو بالنسبة تقريبا كلها حسب وجود الشرائح في المنطقة، يعني هذا مهم جدا، خاصة اللي بيستخدموا الاجهزة اللي حكيت عنها اللي هي تستخدم الشرائح. الاجهزة اللي توضع ايضا هاي حسب وجودها. اجهزة السكر يعني صعب الحديث عنها، هو نوعين زي ما حكينا، نوع اللي فيه شرائح ونوع اللي بنحط كل 2 weeks، وأجين هو ماركات يعني حسب وجودها في البلد. أما أجهزة الضغط لا، بتختلف أجهزة الضغط، في منها مئات الأصناف وأنواع، هحكي عن شوية أنواع هلا. لكن أهم شيء تختار براند كويس بيحترم البراند نفسه، عنده ضمانة، عنده كفالة، وإنه تستخدم الأجهزة الحديثة. كل ما كان الجهاز حديث، إذا حكينا فيه أوبشن إنك تشبكه مع تلفونك، بخفف عليك وبساعد في عملية التراكينج. طبعا الأجهزة في منها أنواع، زي ما حكيت الجهاز القديم هذا اللي هو قل استخدامه، حتى يمكن لا يباع الآن في الأسواق إلا عند وكلاء هذا. في أجهزة اسمها السوار، يعني هو عبارة عن جهاز المكان اللي بتضعه فيه في اليد، أوكي، بأخذ النبض من نبض اليد. طبعا في كل هاي الأجهزة في مكان بدي أحكي عنها شغلة مهمة،
فيها العلامة هاي اللي هو مكتوب artery اللي هو شايفينه هون، هذه العلامة لازم تكون على الوريد، أوكي؟ سواء هنا أو على الوريد هنا. ففي ناس بتلاقيها حاطها مثلا هيك، فهاي صارت العلامة فوق، هذا خطأ الفحص. فبالتالي هاي لازم تكون تقريبا فوق الوريد. طبعا وضع السوار لازم يكون على اليد بدون الملابس، حتى لو كانت رقيقة ما تضعها الملابس. هذا لازم يكون تقريبا اليد ممكن تتحرك، يعني بعد تقريبا 2-2.5 سنتي عن الكوع أو مكان الربط. بالتالي زي ما انت شايف هذه العلامة واضحة عندي على الوريد هون، وساعتها بشبكها بالجهاز وببدأ فيها. طبعا هذا النوع الثاني اللي هو سوار المرفق، المرفق وفي سوار اللي بنحط على اليد تحت. طبعا هذه في شغلة مهمة جدا اللي هو حجم السوار. حجم السوار بيختلف، يعني في منه مقاسات، لذلك احنا مش لازم يعني نطلع عليها. في منها بكون مقاسات صغيرة، في مقاسات أكبر، في مقاسات وسط. الحجم مهم جدا، لأنه واحد ضعيف جسديا وزنه 40 كيلو مستحيل يجيب له نفس الكف هذا زي واحد وزنه 150 كيلو، صحيح؟ فالحجم لازم يكون مناسب للشخص. الشاشة خاصة الأشخاص لازم تكون، الكبار في السن لازم تكون حجمها كبير، لأنه بطل يشوف، مهم جدا. الأسعار زي ما حكينا، الأسعار قد تتفاوت من شركة لشركة، لكن في شغلة مهمة بدي أحكيها، اللي بيشتري هاي الأجهزة في كندا بيقدر يحطها في التاكس. It's a refundable taxable money. يعني أنا شريت هذا $100، بخلي الرسيد تبعي في تاكس السنة القادمة، لما أقدم التاكس عن سنة السنة الماضية اللي هو سنة 2020 مثلا 21، ممكن أضع سعر هذا الجهاز as a medical expense وبنحط لي كريدت في التاكس. فهذه شغلة مهمة يمكن أهل كندا لازم ينتبهوا لها. بعرف في باقي الدول، الولايات المتحدة والدول، شركات التأمين هل بتغطي هاي الشيء ولا لا، لازم تتكلم مع شركة التأمين، لأن الولايات المتحدة نظامهم بيختلف. ده كان لسه سؤال كنت هسأل حضرتك عليه، هل شركات التأمين هنا ما بتغطي أي تأمين، أي جزء تأمين ما بيغطي أجهزة القياس الضغط؟ بيعتمد على شركة التأمين، كل شركة لها بتعرف حسب البوليصة صعب أحكيها، لأنه وحتى في أمريكا يعني أنا بعرف في ناس بعطوهم لأنه عنده مثلا مشاكل في الضغط، فأقول لك لا أنا أعطيه، ولا يروح يفحص عند الطبيب كل أسبوعين ثلاثة، لا أعطيه يشتريه بالبيت، لأنه الفحص ممكن يكلفه أكثر من سعر الجهاز لشركة التأمين. فبعض شركات التأمين يس بتوفر، بس الحكومة الكندية بتدخله في التاكس as a medical expense. معلومة جميلة والله، أنا ما كنتش أعرفها. لو كنت أعرفها كنت دخلت ثمن الجهاز بتاعي. يعني الواحد بتعلم مش غلط. أكيد أكيد. طيب دكتور، بالنسبة لأجهزة قياس السكر زي ما حضرتك شرحت إن بينتج عنها نفايات طبية، اللي هي الإبر والستريبس اللي بتتحط وهكذا يعني، فهل كيف أتخلص من النفايات الطبية دي بشكل آمن بحيث ما يأذيش البيئة؟ طبعا مش هرميها في الجاربج، فياريت حضرتك تشرح لنا إزاي بتخلص من النفايات الطبية بعد الاستخدام، خاصة لأجهزة قياس السكر. طبعا معظم النفايات الطبية للأسف يتم إخراجها في المنازل عن طريق الريسايكل أو الجاربج، وهذه طبعا معظمها بيكون فيها دم، والجزء الثاني اللي هي الإبر اللي بتكون فيها أداة حادة. يعني هاي لازم يكون عندنا بوكس خاص فيها، توضع كل الجاربج هذا، لما يمتل البوكس هذا بنسكره بنوديه على أقرب عيادة صحية طبية عندنا، وممكن نعطيهم إياه عن طريقهم يعملوا لنا ريسايكل. أقرب بابليك هيلث
في أوتوا عندنا أكثر من مكان للببليك هيلث أو حتى للمستشفيات ممكن يساعدوك في التخلص من هاي النفايات الطبية. طبعا إذا تأكدوا أنها نفايات طبية عادة بتكون واضحة بالبوكس تبعها. البوكس ممكن تأخذه من الصيدليات، بعض الصيدليات عندها هذا البروجرام بيساعدوك، مش كل الصيدليات، لازم تتأكد من الصيدلية، اسألهم إذا عندك عندكم ميديكال ديسبنسري يعني ممكن يساعدوك في هاي الشغلات. أكيد هذا شيء مهم جدا جدا، تخلص منها في المكان المناسب. للأسف كتير ناس بعيدوا استخدام هذه الإبر في المخدرات وغيرها من الأمور، وبالتالي إحنا بنساعدهم لأنه بدوروا في الجاربج بيجدوا هاي الإبر بروحوا بيغسلوها وبيستخدموها. فالأفضل إعطائها لشخص مختص للتخلص منها بشكل صحيح. طيب ممتاز يا دكتور. طيب بالنسبة لي أنا كمستخدم، هل في شيء وأنا في خلال الاستخدام لأجهزة الضغط أو أجهزة السكر استخدام آمن وآخر غير آمن على 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 المريض نفسه؟ أجهزة السكر سهل جدا استخدامها، يعني إذا بتعلم المريض أول مرة خلاص انتهى. أما أجهزة الضغط فهناك كثير عوامل بدي أحكي عنها الآن، يعني لو أنا أتمنى أنه الكل يسمعني صح، لأنه المعلومات كل واحدة تؤثر على الثانية، يعني مهم جدا جدا. أول شيء لازم بعد ما تشتري الجهاز تفحص مرة بالجهاز تبعك وبالجهاز تبع الطبيب عشان تعرف دقة الجهاز، لأنه لن تستطيع تعرف دقة الجهاز إلا لما تقارنه بجهاز آخر، صح ولا لا؟ طبعا. فلازم نعرف دقة هذا الجهاز بالنسبة للجهاز تبع الطبيب. إذا الجهاز أعطاني تقريبا مثلا بلس 1 بلس 2 ماينس 1 ماينس 2 اتس اوكي، مثلا أعطاني ماينس 10 بلس 10 أنا خلص بصير أعرف إنه هذا بلس 10 ماينس 10، فهذا الموضوع مهم جدا جدا. الشغلة الثانية، قياس الضغط لازم يكون مرتين باليوم، الأولى في الصباح والثانية في المساء. في الصباح أهم شيء أنه قبل تناول أي أدوية، قبل تناول أي حلويات، أي أكل، أي شرب، أي حاجة لازم يكون على الريق قبل أي حاجة أو بعد نصف ساعة من الأكل. الأفضل إنه نأخده على الريق، يعني أول ما نصحى الصبح بعد 10 دقائق، من مش أول ما نصحى يعني بعد ما نغسل وجهنا ونصلي الصبح والهاي، نصحى نجلس بعد حوالي ربع ساعة نصف ساعة، لأنه أنت ونايم برضو الضغط بيكون أقل من لما تكون صاحي، فبعد ربع ساعة نصف ساعة من الاستيقاظ نقدر نفحص، مش مباشرة بعد الاستيقاظ، ولكن قبل الأكل لازم يكون أو بعد الأكل بنصف ساعة عشان تكون النتائج أكثر دقة. يعني حضر، تفضل 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 يا دكتور. يعني حضر الإفطار تبعك، حضر القهوة، حضر اللي بدك إياه، حضر ابنك للمدرسة، انت فرش أسنانك و و و و وبعدين قوم بقياس الضغط. بس تخلص ممكن تأكل فطورك، ممكن تلعب الرياضة، أما قبل أي شيء أنا بعرف خاصة المدخنين يعني تلاقي صحي الصبح عشان على السيجارة، فهاي الشغلة لازم نبتعد عنها وإن شاء الله يبتعدوا عن التدخين كمان. آمين يا رب. طيب ممكن سؤال يا دكتور، هل في إحصائيات عن عدد أو انتشار مرض السكر ومرض الضغط هنا في كندا؟ هل في ما يعني أقوى خاصة مثلا بين الجالية العربية، هل في إحصائيات خاصة بالجالية العربية أو بكندا على بشكل عام؟ طبعا السكر هو يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا في العالم، يعني هو سنويا في أكثر من 100 مليون شخص يصابوا بالسكر الجديد، يعني كل سنة. الأرقام طبعا لا تحضرني، بس أنا أتوقع أنه في حوالي 30 إلى 40% من عدد سكان الكرة الأرضية مصابين بمرض السكري، سواء السكري الأول سواء السكري الثاني أو ما قبل السكر، لأنه هاي كلها تعتبر مرض السكر. لكن الأرقام يعني كبيرة جدا، السكر بسبب وفيات أو مضاعفات داء السكر، يعني مش السكر نفسه، والمضاعفات قد تسبب وفيات بشكل كبير في العالم، يمكن أكثر من الكورونا بكثير.
ولكن طبعا أرقام مش موجودة عندي. الضغط، الضغط هو المشكلة، إنه في نوعين من الضغط، في نوع البرايمري أو الضغط اللي هو مرض الضغط، وفي السكندري اللي هو عنده ضغط بس بسبب آخر، بسبب مثلا مرض في الكلى، بسبب مرض في مرض السكري قد يسبب ضغط. فمشكلة مرض الضغط إنه هل هو برايمري أو سكندري، هنا المشكلة. وطبعا احنا خوفونا كثير من الملح، دائما اقول لك تاكلش ملح لانه بسبب ضغط. طبعا طلعت هاي كلها معلومات خاطئه وما في منه الحكي. الملح لا يسبب ضغط ولا يسبب اي مشاكل في الضغط. برضو احصائيات ارقام كبيره، يعني انا اتوقع في دولنا العربيه كل اثنين في معهم يا سكر يا ضغط، كل اثنين من ثلاث معهم يا سكر يا ضغط، يعني صحيح. لازم تجد هذا الشيء. فالموضوع خاصة بالأشخاص اللي زاد عمرهم عن 50 سنة، خلينا نحكي تبدأ الأعراض بالموضوع. طبعا تفضل. بلادنا العربية زيادة الضغط والسكري ناتجة كمان مش بس عن الضغوط النفسية أو شيء أو الأمراض الوراثية، ولكن كمان ناتجة عن أسلوب التغذية. يعني سواء في البلاد الغنية اسلوب التغذيه خاطئ، وفي البلاد الفقيره اسلوب التغذيه كمان خاطئ. يعني كمان الفقراء بيصابوا، حتى الناس البسطاء الحال بيصابوا كمان بامراض السكري نتيجه لان الغذاء بتاعهم غير صحي، والاثرياء كمان غذائهم غير صحي. فللاسف امراض المرتبطة بالتغذية، وخاصة مرض السكري والضغط الاثنين مرتبطين برضو بالتغذية، نسبهم عالية جدا في دولنا العربية. يعني أعرف، يعني أنا كنت عايش في السعودية وأصبت هناك بالسكري، أو بدأ معايا السكري هناك، كان تقريبا نسبة زي ما حضرتك بتقول بالضبط، كان نسبة الثلثين، يعني أكثر من 66% من سكان السعودية مصابين بالسكري، ودي كانت أرقام مفزعة. يعني نتيجة طبعا عدم، ما فيش رياضة، ما فيش حركة، وفي نفس الوقت الأكل كتير فيه نشويات وكتير فيه الرز، وزي ما حضرتك عارف طبعا أكيد نظام الأكل في الخليج، يعني السلطات وكده مش متوفرة فيه. في مصر العكس، نسبة السكري والضغط مرتفعة لأن الناس بتاكل أكل غير صحي، ما فيهوش تنوع غذائي، ما فيهوش خضار، يعني أنا بتكلم على معظم الشعب يعني. فلذلك أمراض الضغط والسكري منتشرة عندنا انتشار كبير جدا في وطننا العربي يعني. طيب. وأعتقد برضو حتى يعني المهاجرين الجداد هم جايين من خلفيات كده، وأنا منهم، أنا جاي هنا أنا مصاب بالاثنين، عندي الاثنين الضغط والسكر. هم عادة بكونوا يعني بكل سهولة يجوا مع بعض، صدق. نعم دكتور. طيب بالنسبة هنا لكندا كمان، أنا كان في جمعية اسمها جمعية السكري، أمراض السكري، وهنا في أوتاوا، والحقيقة هم يعني حتى بيتواصلوا معي، يعني في الحقيقة بيقوموا بدور كبير، حتى بينسقوا بيني وبين الطبيب العائلة، الفاميلي دكتور. وساعات بيعملوا ريكومنديشن لأدوية جديدة، وبيتناقشوا مع الطبيب العائل عندي، وبيوصفوها لي، أو تغيير في نظام الأكل. متابعين معايا بصراحة، يعني حقيقة متابعة كبيرة يعني، وحتى كل شهر تقريبا أو شهرين بيبقى في مكالمة تليفونية للمتابعة. فدي برضو بننصح بيها الإخوة المشاهدين، ربنا يعافي كل مريض يا رب، إذا كان حد عنده مرض السكري ممكن يتواصل مع جمعية السكري. هذه الجمعيات هدفها الأول والأخير هي نشر التوعية، يعني التوعية مهمة جدا بهذه الأمراض، لأنه ممكن أنك تخفف من كمية الدواء، وتخفف من استخدام الأجهزة هاي، بتحسين أسلوب الحياة، الأكل والرياضة والنوم، والابتعاد عن المنبهات والتدخين والكحول، كل هاي الأمور أكيد بتغير في نظام الحياة.
واحنا هنا في كنار تي في هو هدفنا المجتمع العربي وهدفنا توعية الناس، وبنعمل شهور للتوعية، شهر للأمن السبراني، ثم شهر الأجهزة الطبية المنزلية اللي احنا لسه بادئينه وان شاء الله هنكمل فيه الحلقات اللي جاية. فهو هدفنا هنا في كنار تي في هو المجتمع العربي الكندي وخدمة المجتمع، ولو في أي شيء بننصح به قدر المستطاع طبعا بنعمله. ف دكتور جمال مشرفنا طبعا النهارده عشان كده انا ضايل عندي نقطتين بس على موضوع الضغط. لانه فحص الضغط هذه من اكثر الامور اللي بيصير فيها اخطاء، فحص الضغط في المنزل، وبالتالي بتصير النتائج خطا. فخلينا نكون واقعيين، النتائج تعتمد على ما نقوم به لفحص الضغط. فخلينا حكينا مرتين بالنهار صباحا ومساء، الافضل قبل الاكل او بعد الاكل بنصف ساعه. في شغله مهمه جدا كثير من الناس يسهو عنها، وهي المثانه. اذا كانت المثانه مليئه بالبول فبالتالي الضغط راح يرتفع، فلازم تروح على المرحاض وتتبول قبل الفحص، حتى لو ما في عندك اي شيء لازم المثانه تكون فاضيه حتى يخفف من الضغط على الأوردة. بعد ما تخلص من كل هاي الأمور اجلس 5 دقائق في الكرسي، ما تحط قدم على قدم ولا يد على يد، يعني جالس كده بس صافن يوغا، اعمل 5 دقائق قبل ما تستخدم الجهاز. ليش؟ لأنه الجسم بتعود لما أنت تكون ماشي الضغط بيرتفع، فما رح يعطيك القراءة الصحيحة. عشان هيك بحكي في شغلات مهمة جدا لازم ننتبه إلها. الكف هذا لازم يوضع على اليد اليسار اللي هي قريبة على القلب وليس اليمين. يعني بشوف ناس كتير بحطها على اليمين، خطأ، ما تحطها على اليمين، لازم يوضع على اليسار. أنا حكيت الأرتري أو العلامة هاي لازم تنحط على الوريد اللي موجود هون. اليد هاي توضع ليست بهذا المكان ولا هذا المكان، الأفضل تكون على طاولة بهذه الطريقة، بعرفش إذا واضح، يعني قريبا من على مستوى القلب، تكون على مستوى. يا ريت حضرتك تنزل الكاميرا شوية تكرما. أنا هنزل الكاميرا كده. تمام دكتور. أيوة، على مستوى القلب تكون أنت مريح يدك، ليست في الأسفل كثيرا ولا في الأعلى كثيرا، أوكي؟ ويبدأ الضخ تبعها طبعا لما تكون أنت خلاص يعني اعتمدت. السوار زي ما حكيت لازم وضعه على الجلد مباشرة وليس على الملابس، لأنه طي الأكمام هذا قد يؤدي طبعاً إلى قراءات غير صحيحة. ممكن تسجل القراءة within 5 minutes، يعني أخذت القراءة الآن شكيت فيها، انتظر 5 دقائق وخذ قراءة ثانية على نفس اليد على نفس الوضعية وشوف الفرق بين القراءتين. إذا الفرق كبير معناها كان في مشكلة أو في مشكلة في أحد القراءتين، إذا الفرق مش كبير معناها هذا هو الضغط. طبعاً بعد الضغط إحنا ممكن ننظر إلى معدل ضربات القلب، وهذا دائماً معظم أجهزة الضغط، يعني 99% من أجهزة الضغط بعطيه قراءات القلب، فدونها أيضاً في التدوينة اللي هو الضغط، في منه الضغط العالي والضغط الواطي اللي هو مفروض يكون مثلاً من 110 إلى 120، والضغط الواطي من 70 إلى 80. وفي برضو نبضات القلب اللي هي 60-70، هذا الرقم برضو مهم للطبيب إذا بدك تعطي إياه. طبعا كل هذه النقاط يعني مهمة جدا، بغفل عنها كتير. أنا شفت ناس بحط رجل على رجل وهو بفحص الدم، بتلاقيه حاطط الضغط، سوري، حاطط الملابس تحت الهاي، ناس حاطط السوار هذا زي ما حكيت upside down، فأكيد هاي النتائج ما هتطلع صحيحة سواء في العالي أو في الواطي، فلازم ننتبه لهذا الموضوع. تمام يا دكتور، حقيقة معلومات جميلة ومفيدة، أنا نفسي استفدت بيها، وأكيد المشاهدين إن شاء الله يعني هيكونوا يستفيدوا بيها إن شاء الله. وإن شاء الله شهر يكون شهر جميل، يا رب نتمنى الصحة لكل المشاهدين، وما نتمنى أن حد يلجأ إلى أجهزة ضغط ولا سكر ولا شيء. آمين. كل
كل المشاهدين إن شاء الله يتمتعوا بالصحة والعافية والجمال، جمال الصحة يا رب يا رب مع الدكتور جمال الشريف. حقيقة دكتور احنا استمتعنا بالحلقة دي، كانت حلقة مفيدة جدا وجميلة، وحضرتك شرحت بكل بساطة. هل في أي نصائح تانية حضرتك تعطيها في عن أجهزة الضغط والسكر ولا كده؟ ما في حاجة، بس لكن نتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح إن شاء الله يا رب العالمين، ويكون صحتكم تمام، ديروا بالك عليها. آمين يا رب. احنا سعدنا بحضرتك يا دكتور في قناتك وقناة كل عرب كندا كان ار تي في، وشكرا جزيلا لحضرتك على المعلومات الجميلة المفيدة دي. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، وكنتم في أول حلقة من حلقات شهر التوعية باستخدام الأجهزة الطبية المنزلية، ونعدكم بالتواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة، ومتواصلين على قناتكم كان ار تي في. وما تنسوش يعني تثرونا وتثروا القناة وتثروا البرنامج بأرائكم وبتعليقاتكم اللي نسعد بيها دايما، وما تنسوناش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب لقناة تي في. وفرصة سعيدة، وأهلا وسهلا بكم، وتصبحوا على خير.